يقول السائل: نحن نعيش في مدينة ونصلي العيد خلف رجل من أهل البدع، فما هو الأفضل، الصلاة خلفه أم نجعل لنا مصلى منفردا مع العلم أننا مجموعة كبيرة؟ ما ندري عن هذه البدعة، ما ندري شنوع البدعة، أخشى أنكم تحسبونها بدعة وما هي بدعة، ما ندري. فإذا صح أنه مبتدع فلا تصلوا خلفه، أما إذا كان ظن، إنما هو مجرد ظن، أو أنتم حكمتم بأنه بدعة وهو ليس بدعة، فلا مانع من الصلاة المسلمين جميعا، اجتماع المسلمين مطلوب ما لم تتيقنوا أن هذا الإمام مبتدع بدعة مكفرة. حتى البدعة اللي ما تصل إلى حد الكفر لا تمنع من الصلاة خلفه، وخصوصا صلاة العيد والجمعة مطلوب من المسلمين أن يجتمعوا وأن يصلوا جميعا، ولو كان إمامهم عنده تقصير، عنده بعض المعاصي، إلا إذا وصل إلى حد الكفر، إذا وصل إلى حد الكفر فلا يصلى خلفه، أو الشرك بالله لا يصلى خلفه، أما ما دون الكفر ودون الشرك فيصلى خلفه ولو كان غير ملتزم تماما، لأن الاجتماع مطلوب، اجتماع المسلمين مطلوب ومنهي عن تفرقهم. نعم.